طيب خلونا نعلق مشاهدينا على الحالة الجوية من خلال دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، معنا تليفونيا. بصبح لحضرتك يا دكتور منار، ونعرف مزيد من التفاصيل عن الحالة الجوية. بنقول الجو أصبح لطيف، هل الحالة دي مكملة معنا ولا دي حالة استثنائية؟ صباح الخير على صباح حضرتك النور يا أستاذ فندم. هشام، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. بالفعل بدأنا من اليوم انخفاض في قيم درجات الحرارة، أجواء خريفية بامتياز في معظم محافظات الجمهورية، وده بسبب إن احنا هنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وأيضا العالية اللي هتحجب أشعة الشمس على مدار اليوم، فبالتالي هتساعد على انخفاض درجات الحرارة بمعدل من 3 إلى 4 درجات في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة في المحافظات الشمالية. القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن هي تكون 31 درجة مئوية، خلال الأيام المقبلة هتكون ما بين 30 و31 درجة مئوية، يعني انخفاض درجات الحرارة ده متوقع أن هو يكمل معانا لنهايات هذا الأسبوع، مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله. الأجواء فترة النهار هتكون أجواء خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، محافظات شمال الصعيد أجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، لأن كمان درجات الحرارة على السواحل الشمالية بدأت تنخفض وتوصل ل 28 و27 درجة مئوية على سواحلنا الشمالية. تبقى الأجواء شديدة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار، ويمكن متوقع أن الأيام القادمة إن شاء الله كمان محافظات الجنوب يشملها انخفاض درجات الحرارة. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هنبدأ نحس بانخفاض درجات الحرارة، وهنحس بمزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة كمان عن الأيام الماضية، وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر أجواء لطيفة تماما في معظم محافظات الجمهورية. بالإضافة كمان فرص الأمطار يمكن بدأت معنا خلال الأمس في بعض المناطق المتفرقة من الجمهورية، متوقع اليوم يكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض الاماكن من محافظات الجمهوريه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، السواحل الشماليه، الوجه البحري، كمان بعض المناطق من القاهره الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد واقصى جنوب البلاد، يعني في الاقصر واسوان. لكن كل الامطار اللي في الجمهوريه هي امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه او اعمال دراسه، هنلاحظها في بعض الاماكن والاماكن الاخرى لا. فرص الامطار كمان مكمله معانا على الاقل في ال 48 ساعه القادمه، اللي هي الامطار الخفيفه الغير مؤثره. يمكن على مدار هذا الاسبوع باختلاف الاماكن وباختلاف الايام كميات الامطار مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات يخلينا نحس بنسب رطوبه اقل ويساعد بشكل كبير على انخفاض درجات الحراره، فبالتالي احنا عندنا استقرار في الاحوال الجويه، تحسن كبير في قيم درجات الحراره فترات النهار وايضا فترات الليل، وفرص الامطار الغير مؤثره تماما هتبقى موجوده معانا على يعني حتى نهايه هذا الاسبوع باختلاف الاماكن. مهم بس ننصح كل الساده المواطنين، احنا في فصل الخريف دايما معروف بتقلباته الجويه الحاده والسريعه والتغير الكبير في خرائط الطقس من يوم للتاني، فيوميا قبل ما نخرج من البيت نتابع النشره الجويه نشوف ايه الظروف الجويه المختلفه، تكون القياده بهدوء تام فترات الصباح الباكر. هل ما زالت الشبوره المائيه موجوده يا دكتور منار؟ هي الشبورة المائية خلال الأيام دي خاصة مع وجود السحب هيبقى فرص تكونها ضعيف عن الأيام الماضية. الأيام الماضية كان في مرتفع جوي خلى الشبورة المائية كانت كثيفة وأثرت بشكل كبير على الرؤية الأفقية، لكن خلال هذا الأسبوع تكون الشبورة المائية هيكون قليل أو كثافتها هتكون قليلة، مش هتأثر بشكل كبير زي الأيام الماضية، لكن دايما احنا بننصح ان تبقى القيادة بهدوء تام فترات الصباح الباكر. ونتابع النشرات الجوية في ظل الاستقرار والتحسن اللي احنا بنشهده خلال هذه الأيام، كمان لما هنبدأ نحس بالبروده فترات الليل المتاخره وفتره الصباح الباكر، لان الصغرى فتره الليل هتنخفض وتوصل ل 22 21 درجه مئويه، نبدا ناخد بالنا نوعا ما من نوعيه الملابس، نبدا نضيف قطعه ملابس اضافيه للاطفال خاصه وهم رايحين المدارس، او يكون معانا جاكيت خفيف لو حسينا بالبروده في ساعات الليل المتاخر او الصباح الباكر. نعم، بشكرك جدا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، كنت معانا.